السلام عليكم، معكم كريم الدغيدي من رحلة ليوا 2020. أنا كنت هنا بعمل ورشة ومحاضرة عن التصوير البانورامي، اتكلمنا فيها عن أساسيات التصوير البانورامي، إيه المعدات المطلوبة، المشاكل الفنية اللي بتواجه المصورين في التصوير البانورامي، كذلك عملية الدمج والتكنيكس اللي بنستخدمها عشان خاطر نعالج المشاكل اللي بتقابلنا أثناء عملية الدمج نفسها. بعد كده عملنا ورشة عملي لتطبيق الجزء النظري اللي احنا خدناه في المحاضرة في اليوم السابق، وصورنا فيها الشروق من صحراء ليوا.